مدارس جيل المستقبل. مدارس جيل المستقبل. تأسست مدارس جيل المستقبل عام 2010، وبدأت نشاطها كمدرسة ابتدائية عام 2015، حيث كانت تضم 17 غرفة صفية وغرفة إدارية وغرفة لمكتبة المدرسة. وفي عام 2018 حققت مدارس جيل المستقبل قفزة نوعية، وذلك من خلال توسعة في البناء، حيث شملت افتتاح أقسام جديدة الحضانة والروضة، حيث بلغ عدد قاعات قسم الروضة 5 قاعات صفية، بالإضافة إلى قاعة خاصة بنشاطات الروضة وغرفتين للحضانة مجهزتين بكافة الوسائل المريحة للأطفال. أما قسم الابتدائي فشهد تطوراً ملحوظاً من حيث عدد القاعات الصفية، فقد بلغت القاعات الصفية في هذا القسم 17 قاعة صفية. أما قسم الإعدادي والثانوي فقد تم إنشاء مبنى جديد خاص بالذكور ضم 11 قاعة صفية، بالإضافة إلى قسم الإدارة العامة، ويشمل مكتب المدير العام ومكتب التنظيم والإدارة ومكتب التوجيه الاختصاصي والإعلام. كما تم إنشاء غرف إدارية أخرى خاصة بمبنى الذكور قسم الإعدادي والثانوي. أيضا مكتبة المدرسة موزعة على 3 غرف إدارية، غرفة للملابس وغرفة للوسائل والكتب التعليمية وغرفة كمستودع. كما تم إنشاء غرفة إدارية للمكتب المالي وإدارة للروضة والإعدادي والثانوي قسم الإناث. كما تضم مدارس جيل المستقبل 3 منافذ بيع للمأكولات والمشروبات. أيضا تم إنشاء قاعة للغات وصالة للدورات التدريبية وملعب عشبي لكرة القدم. ومن الأشياء التي تميزت بها مدرستنا الحديقة، والتي تضم ساحة مغطاة من أجل النشاطات الشتوية، وكذلك مجموعة من الألعاب المتنوعة. كما تمتلك المدرسة مجموعة من الحافلات الحديثة المكيفة لنقل الطلاب، والتي تغطي ريفي حلب وإدلب. هدفنا بناء الإنسان نحو غد مشرق.